الآن طلاب راح نشوف المعادلات اللي تم استخراجها من قبل بويزنج اعتمادا على نظرية الإلاستيستي المرونة. فهنا أول حالة اللي هو حكينا عليها بالأسامشنز، قلنا هو فرض بالبداية بوينت لود، بعدين قاموا يطورون هو وعلماء آخرين فأوجدوا معادلات بالنسبة للاين لود وستريب لود وهكذا، بس راح نشوفها واحدة واحدة. بس أول حالة عندنا إذا عندنا بوينت لود، يعني هذا بوينت لود على سطح التربة، فنريد نعرف إيش قد ينتقل من هذا اللود إلى نقطة إكس تحت سطح التربة، هاي بار، إيش قد ينتقل من هذا اللود إجهادات على هاي النقطة. فعندنا هنا سيجما زد باتجاه العمودي، سيجما ار، اذا نخلي نأشر، اذا عندنا سيجما زد، سيجما ار راديال، سيجما ثيتا العفو بعكس الاتجاه، وسيجما ثيتا ايضا راديال. لو تلاحظون اذا هذا سيجما زد اللي يهم المهندس، هذا اللي يهمنا الاتجاه العمودي، اوكي، لانه ينجمع وياه مال وزن التربة افكتيف ستريس ويدخل بالديزايننج. ولهذا احنا عندنا مهم ان نعرف الفيرتيكال ستريس. هسه نشوف احنا اشتقاق المعادلات، طبعا هي اشتق المعادلات اعتمادا على نظرية المرونة الإلاستيستي، ولكن الاشتقاق معقد وطويل، فاحنا هنا يهمنا تطبيق المعادلة النهائية. فهنا انطي المعادلات النهائية للإجهادات هاي سيجما زد سيجما ار وسيجما ثيتا. فلو تلاحظون سيجما زد هو انطانا قال هو 3 من كيو على 2 باي زد سكوير في افتح قوس 1 على 1 زائد ار على زد سكوير الكل 5 على 2، اوكي. وسيجما ار ايضا انطانا هاي المعادله اللي دخلت بهاي. لو تلاحظون هنا ماكو خصائص مال تربه، لا اي لا ميو، بس دخلت بالسيجما ار اثناء الاشتقاق، دخل الميو بوزنز ريشيو مال تربه في المعادله. ايضا عندنا سيجما ثيتا، هنا سيجما ثيتا ما مكتوبه، فانتو تكتبوها، موجوده بالكتاب ايضا عندكم، اللي هو هاي المعادله. هاي المعادله لو تلاحظون، هاي المعادله اللي ما مكتوبه هنا، ارجو ان تذكروها او تكتبوها بعد سيجما ار، اللي هو ناقص سيجما ثيتا يساوي ناقص كيو على 2 باي، هنا دخلت هنا الميو، 1 ناقص 2 من الميو بوزنز ريشيو. في افتح قوس زيت على ار سكوير زائد سيجما سكوير وهكذا، هاي المعادلة تذكروها هنا، اوكي. وبالتالي احنا عندنا هسه صار عندنا معادلة سيجما زيت العمودي وسيجما ار، هاي المعادلة مالته، وسيجما ثيتا اللي شوفتكم اياها، وايضا عندنا معادلة للشير هنا على الاليمنت هو تاو ار زيت، باعوا هذا الار، طبعا اول شيء هذا الكيو، هذا البوينت لود المسلط، لازم نعرف المسار، احنا نريد نعرف هذا اللود ايش قد انتقل من عندها اجهادات على هاي الاكس، لهاي الاكس اللي يبتعد بعمق زد من الكيو، ويبتعد بمقدار مسافة ار، هاي المسافة ار من السنتر مال الكيو، اذا هذا هو، اذا هذا هو السنتر مال اللود، هذا يبتعد، فالعمق مالته شقد زد، وايضا المسافة الراديال شقد اللي يبتعد عنها من السنتر، هذا مقدار ار. اذا تلاحظون كلها بدلالة المعادلات بتطلع بدلالة شنو؟ ار وزد وكيو، اوكي. بس هنا ايضا ار وزد وكيو، ولكن ايضا يدخل عندنا بويزنز ريشيو بالسيجما ار وبالسيجما ثيتا اللي هو هاي، اوكي. ناميو يدخل اضافة للكيو اللي هو شقد من اللود، وايضا ار وزد، اوكي. فهنا عندنا ايضا تاو ار زد لو شير ستريس شقد 3 من كيو على 2 باي ار زد سكوير على ار سكوير زائد زد سكوير تو ذا باور 5 على 2. في حالة اذا جت عندنا التربة فولي ساتشوريتد مشبعة كليا، احنا نعرف النيو البوزنس ريشيو تتراوح من 0 الى 0.5، فاذا جت فول، فاذا جت التربة مشبعة كليا اذا هي اضعف شيء، اذا ايش قد اعلى؟ اما 0.5. اذا سيجما
ار ايش قد يصير سيجما ار؟ بس هاي سيجما ار، هذا التيرم كله يتصفر. اذا هاي التيرم كله يتصفر، ليش؟ لان واحد ناقص اثنين من النص، فيصير هذا كله صفر، فيبقى عندنا هذا التيرم ويا هذا. اما سيجما ثيتا، اما سيجما ثيتا فراح يتصفر كله، ليش؟ لان هذا كله راح يتصفر، فينضرب هذا وينضرب فيصير صفر. اوكي، اذا هذا المقصود انه سيجما ثيتا يساوي صفر. احنا شو نقول وحكيناها؟ قلنا سيجما زد از يوز موست فريكونتلي ان براكس، حاله تطبيقيه في المصمم من ياخذ ياخذ سيجما زد يطلع. ان كان بي ريتن تيرمز اوف فلوس فاكتور، اذا هاي خلينا نشوف سيجما زد معادله تباعه. هذا 3 كيو على 2 باي زد سكوير، هذا ايش سووا؟ قالوا هذا التيرم يعتمد على ار على زد، يعني ايش قد ار يبتعد من السنتر وايش قد العمق، فقالوا قاموا يعوضون. اذا هذا ممكن ان نستيقظ عنه فاكتور، اذا هذا كله حولوه، العفو، اضافه الى اخذوا من المعادله ايضا هاي التيرم، يعني قالوا 3 على 2 باي، ليش؟ لان هذا احنا نريد نعرف الكيو بقوا برا على زد سكوير. اوكي، هاي كيو على زد سكوير، كيو على زد سكوير في انفلوس فاكتور، انفلوس فاكتور هذا الاي بي شي يتضمن؟ يتضمن من المعادله اللي هو شنو؟ 3 على 2 باي بقت في هذا الترم كله، 1 على 1 زائد ار على زد سكوير تو ذا باور 5. قالوا هاي كلها راح نسميها انفلوس فاكتور اي بي. اوكي، وهذا قاموا يطلعوا لها قيم، هاي باعوا هاي القيم مالتها، باعوا هذا جدول سووه، قال لكل ار على زد انطونا اي بي بسهوله. قال مو كان ما، فاحنا مثلا بالامتحان يجيك انت لازم المعادله تعرفها، فلازم تطبقها مباشره، او مرات الجدول مباشره، بس احنا بالامتحان الافضل نطبقها حتى نشوف شلون ده يطبقها الطالب. اوكي، فهنا الاي بي هذا التيرم كله، فاذا السيجما زد فيرتيكال ستر شو يساوي؟ كيو على زد سكوير في اي بي. نيجي على هذا الرسمه، شنو اللي بقت؟ شوف هذا ينطيك قيم الاجهادات السيجما زد ويا العمق، باعوا اعلى شيء وين يصير برايك؟ طبعا جو اللود، اعلى اجهاد هو جو اللود راح يصير، باعوا فاعلى قيمه هنا، وكل ما ننزل بالعمق دا يقل قيمة السيجما زد، لأن بيبتعد عن مصدر القوة، فده يقل الإجهاد اللي يوصله. أوكي، أيضا بالاتجاه هذا السنتر، شوف فوق قريب السطح أعلى قيمة، يصير قريب السطح لأن بعدنا قريبين من اللود، وكل ما نبتعد من السنتر بيقل قيمة الإجهاد سيجما زد. أيضا شوف هاي النقطة، شوف بهاي النقطة، هسه أنا بهاي النقطة بالعمق، بهذا العمق، سكن ثاني بهذا العمق، شوف هذا الاجهاد العمودي. اوكي، السيجما زد يعني، وكل ما ابتعد باتجاه الار يقل قيمته، ايضا كل ما انزل بالعمق يقل قيمه السيجما زد، فوصلت مثلا هنا قيمه الاجهاد العمودي. اوكي، فكان هذا وقل، هسه وصلت هنا، هذا نفسه هذا، هذا نفسه هذا، فهنا كان هلقد سيجما زد، وقام من كل ما ابتعد من السنتر يقل قيمته، ايضا وصلت هنا هذا نفسه هذا الاجهاد العمودي، شوف قام يقل ويا العمق، وايضا يقل ويا الراديال، ولهذا هذا المقصود بهذا المرتسم، يبين لنا الاجهادات ويا العمق ويا الراديال ويا المسافه من السنتر، ايش قد؟ قيمه الاجهاد.